معرض موجود عندنا في اسكندرية بيتحدث عن مئوية ثورة 19. إن كان في حاجة اتعملت في اسكندرية تخص مئوية ثورة 19 فهي يمكن كان شيء متخصص جدا ما قدرناش نجمع فيه عدد كبير من الناس. النهاردة احنا بنعمل معرض سيستمر ان شاء الله حتى الآن ليوم 10 مايو بإذن الله تعالى. يقدر كل فئات الشعب، كل الفئات العمرية، كل الفئات على مستوى التعليم المختلف يقدر يستفيد بيها، يقدر يخش يشوف عرض شيق ويستمتع ويجمع كمان معلومة مهمة من المعرض. Sorry.